صباحكم سعيد، اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دوزام. مرحبا بكم في موعدكم اليومي كل وتمعا على امواج راديو دوزام. مرحبا بكم في فقره التغذيه بامتياز مع الاخصائي في الميدان بامتياز هنا بالمغرب، مع الصحه مع الجمال، لانه اليوم اخترنا لكم موضوع يخص جمالكم سيدتي. طبعا صباح الخير اولا للسنبي العياشي. صباح الخير لسميره، صباح الخير الساده المستمعين. نقول لكم ان الجمال حدايا يتحدث. سي جونتي، الله يجازيك بخير. انا غادي نقول لك بان الجمال هو جمال داخلي، وفاش كنت نقول بان قولي بان عليك راه فاش تنعنيها، لان طبعا نعم. اكيد السيده او السيد، لان احنا تنتكلموا على الجمال العام ماشي غير هو لبدا سيده، الا ما كانش مغذي من الداخل ويعني مهتم بالصحه ديالو بالتغذيه ديالو، اكيد واخا يعمل لك خيم ديال الدين والدنيا ما غاديش تبان عليه. هيك متفاهمين؟ طبيعة الحال هذه امور اللي هي علميا مثبوته وامور اللي هي لوجيك. فدائما يعني مناسبه اليوم العالمي للمراه، يعني فدائما تنرجعوا لهذا النظام الغذائي اللي خاص المرأة تتبعه، لأنك هضرتي على الجمال، والجمال ماشي فقط خارجي، الجمال كذلك ربما داخلي هو أهم وأفضل وأحسن وأكثر من الجمال الخارجي. وطبعا ما يفهموناش الناس غلط يعني يقولوا بأن احنا تنتكلموا على الجمال اللي تبان في لا وسائل الإعلام. لا، الجمال هو جمال الروح طبعا، والجمال هو هي البشرة النقية الصافية، هو الشعر الصحي. هي يعني ما يكون حتى شي مشكل داخلي، ماشي لكن ما كان حتى شي مشكل داكشي اللي بغينا. صح، الحمد صح لله. صح، الحمد لله. فدونك بغينا نعرفوا معاك سي نبيل العياشي، شنو هي علاقه التغذيه بالجمال؟ لان بزاف اللي تيجدوا لافوكا وتيجدوا زيت البلديه واللي تيجدوا الفريز وتيطليو الوجه ديالهم وهما ما واكلينوش. هذا هو المشي دابا. نعم، لان شوف، هو الجسم المراه جسم حساس فيما يخص مجموعه المكونات الغذائيه. هذا الجسم الحساس بطبيعه الحال عنده بزاف ديال 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 الاغذيه اللي هي تقدر تغذيه، بزاف الاغذيه اللي تقدر انها شي بحال من جد ترطق شي حاجه. فهذاك الشيء اللي تيوقع، يعني الجسم ديال المراه ان الا ما كلاتش اغذيه مفيده بالنسبه للجسم ديالها، فيقدر يوقع لها بعض الانعكاسات سلبيه بالنسبه للجسم ديالها، سواء بالنسبه للشعر، سواء بالنسبه للجلد، سواء بالنسبه للهرمونات، سواء بالنسبه للمجموعه ديال الامراض اللي تقدر تبان على المدى البعيد. وهنا خصوصا نوجه رساله خصوصا للامهات والفتيات، يعني اللي ما تعتنيش. مازال حنا رفات فينا الفوت، مازال مازال حنا يعني كامهات خاصنا نديروها. انت تاكلي وتيبان عليك. الحمد لله. لا الحمد لله، الحمد لله، شكرا لك. فهاد هاد النقطة كلاس ناكل ما تنديرش، انا هذا هو الخطأ اللي تندير. فهاد النقطة هذه كلها خصنا نردوا لها البال، لان هذه مشاكل اللي اصبحت الان منتشرة بشكل كبير في الجسم في المجتمع ديالنا، من تساقط الشعر، الاضطرابات هرمونية، المشكل ديال الخصوبة كذلك. يعني النساء ولات عندهم مشاكل باش انهم يحملوا، ماشي النساء، النساء والرجل، غير حنا دابا بما انه الاسبوع ديال المرأة تنركزوا على المرأة. فهذه كلها امور اللي يمكننا نتفاداو مجموعة ديال هاد المشاكل هذه عن طريق تناول نظام غذائي صحي جيد ومتوازن. غادي نكونوا عمليين السي نبيل العياشي، وغادي ننتجوا كما قلتي الامهات اللي عندهم بنيتات، لا نقولوا في مقتبل العمر، عندها 8 سنين 10 سنين، شنو هي العادات الحميده اللي تتنصح بها باش هاد البنيته تستفد صحيا وجماليا؟ انا نعطيك واحد، نعطيك كما قلتي عمليا. غير يوم امس، ماشي بعيد، يوم امس جات عندي السيده هي والبنت ديالها، بحال جايه تتشكى من بنتها. داكوغ، تتعجبني واحد الجمله ديال الناس الغيوان، تيقول لك الخز للصخر من هم البحر شكى. داكوغ، دونك نورمال شكون اللي خصو يشكي؟ راه الصخره اللي خصها تشكي، حيت هي اللي تضرب فيها الموج. الخز راه تيبقى فوق الماء ما تضرب فيه لا موج لا والو، وتيقول لك الخز للصخر من هم البحر شكى. الخز هو اللي مشى تيشكي، الوغ كو الصخر مسكين هو اللي واكل العصا. تمام، دابا الام هي اللي جات تشكي. سي با مال سا. داكوغ، الوغ شكون اللي خصو يشكي؟ راه خص هذيك البنت هي اللي تشكي، لان ما تتوجدلاش الماكله مزيانه نقيه، دونك الام جايه تقول لك بنتي ما تتبغيش تاكل. الوغ ملي بقينا تنهضروا معاها، ملي درنا واحد البحث فيما يخص الجانب الغذائي لو بيلون اليمونتير ديالها، وشفنا حتى الجانب النفسي ديالها، الوغ هاد الام بالنسبه لها التربيه اشنو هي؟ قالت لك اسيدي تندير لها انا كل شيء، انا هي تحتاج غير 10 درهم باش تمشي وتجي في الطوبيس، انا تنعطيها 30 درهم في النهار، والمشكل هو هذيك 30 درهم في النهار. لان البنت تتقول لك انا ما تناكلش في الدار، علاش؟ لان تناكل في الزنقه. هنا غنرجعوا، هضرنا عليها بزاف، هضرنا على التربيه الغذائيه، والامهات والاباء خاصهم يفهموا انهم الا بغاو يتهلاو في وليداتهم راه سافو با ديغ انهم يعطيوهم فلوس بزاف، هذه النقطه الاولى، وسافو با ديغ انهم يعطيو ياكلوا اللي بغاو هما، هذه النقطه الثانيه. ما تعطيش لبنتك
تاكل داكشي اللي بغات هي، عطيها داكشي اللي خصها تاكل. وكاين فرق ما بين اشنو خصها تاكل واشنو باغيه تاكل. والجواب على السؤال اللي بالنسبه للسيدات اللي تيقولوا ولكن راه ما غتاكل والو، بحال اللي سولت انا سينا بن العياشي، يقول لك ما تاكلش خلي بجوج ما تاكلش. شوف اما حسن واش زيرو ولا موان 5؟ لا زيرو. دونك اللهم تبقى ما تاكلش على انها تاكل امور اللي غادي تضرها في الجسم ديالها. وملي غتعرف هي المساله بان المساله راه فعلا القضيه سخونه، راه فعلا الا ما كليتش ما غيتعطانيش، ولا ما كليتش راه داكشي اللي كاين، هنا غادي تجي وغادي تاكل. وهذه تنظن بالنسبه للسيدات اللي عندهم بنيتات يعني في بدايه سن المراهقه فوالا، نعم. تقدر تكون طريقه انهم يفهموهم بان عندها التغذية عندها علاقة مع الجمال. طبيعة الحال عندها هذه طريقة باش بور لي سيدوير. شوف علاقة مباشرة، راه الشعر باش يتغدى تتغدى بالمكونات الغذائية اللي غنعطيه، غيتغدى ليا بالكالسيوم والفيتامين دي وفيتامين هاد المجموعة باء وبالبروتينات اللي غادي ندخل إلى آخره. هو بحال الجلد، الجلد راه تتغدى بالفيتامين أو، تتغدى بالفيتامين أ، تتغدى بالبيتا كاروتين، بالماء أولا، بالماء كذلك. فملي تنهضر على هاد كيفاش بغيتي أن بنتك ولا كيفاش بغيتي انت ابنتي ما يطيح لك الشعر، وانت متى تاخذي زيت البلديه، متى تاخذي البن، متى تاخذي البن. والعجيب في هذا الشيء كامل كنعرف سيدات سي نبيل عياشي اللي تيوضعوا على الوجوه ديالهم كبسولات من الفيتامين سي وما تياكلوش الليمون مثلا. دابا هنا كاين تناقض، كاين تناقض. اولا كاين الامهات اللي تتقول لك انا شوف انا ما بغاتش، ما تتبغيش تفهم ليا كيف يعقل ان البنت او الولد ما ياكلش الخضره، راه ما يمكنش، راه مسألة غير عادية. دونك السبب شكون هو؟ الأب. أنا متفقة معك 100%، ماشي خزرة صخرة. متفقة معك غير جوستومون بالنسبة للناس اللي فاتهم الفوت، اللي ما كانوش واعيين بهذه التربية الغذائية. نعم. وليداتهم وصلوا واحد لاج ديال 8 سنين 10 سنين. اللي جامي تخو تاغ. ياك نقدروا نعوضوهم كيفاش نعوضوهم؟ هو أولا خصنا نمشيو بطريقة تدريجية، كاين حتى الطريقة باش غندخلو حتى هي نقطة مهمة، لأن كاين اللي تيجي بين عشية وضحى لا وراه سمعت سميرة ونبيل في كروت معان قال له خصك تاكل الخضرة، جلس لأمك تاكل الخضرة. لا 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 ما يمكنش، خصنا نمشيو بطريقة تدريجية، خصنا نشرحوا لهذوك الوليدات، تيخصنا نفسروا لهم وتيخصنا نعطيو المثال. ملي غادي نحط انا واحد التبصيل ديال الفول مثلا، وغتبقى الام تخيل معايا، سميره دابا الام حاطه تبصيل ديال الفول وتتهضر مع راجلها، يا شتي شحال جا زوين هذا، وغياكل هو واحد القيمه، والله الا جا غزا الله يعطيك الصحه. وهذا الشيء بنين بعد الخطرات نقول لها اون كونيسونس دو كوز. الوليد ولا البنيه، مادام حنا تنتكلموا على البنيتات، راه ما ذاقتش، راه غير المنظر ما عجبهاش، تقول ما عجبنيش. نعم عافاك غير دوق، تنبداو نطلبوا، تنبداو نتوسلوا على الصغار بانهم غير يذوقوا. هنا يقدر يكون خطا، لان كاين الاطفال اللي تتعجبهم هذيك اللقطه فاش يبقاو اللي تيرغبوا فيه، وعافاك ولدي غير ذوق، عافاك بنتي غير ذوق، هو بالنسبه له النشوه. وعافاك ولدي، حيت يمكن حيت كاين اباء اللي هذيك هو لو سول مومون في النهار اللي تيهضر مع ولده بديك الطريقه. دونك يلون بروفيت، هو تيستفاد معاه. الوغ الطريقه الصحيه شنو هي؟ اللي بوغ اون فوا لو سونتر دو موند. اكزاكتومون، هو تيعجبو وسيرتو ملي تيجيو الضياف وتيجبدوا عليه الهضره، وانا ولدي ما تيبغيش ياكل وانا انا ما تيبغيش، هو تيسمع ديك الهضره انها تتهضر عليه هو. وبالنسبه له سي تعطيو قيمه، تعطالو قيمه، نعطيو قيمه بحاجه واحده اخرى. لا اجي ولدي اجلس تاكل، ما غاتجلس صافي ولدي جلس، ما ماشي مشكل، ما غنضربو ما غنغوت عليه، وغنبقى الحوار ما بين الام والراجل. ولكن بالنسبه للاطفال اللي تيمشيو مدرسه واللي يقدروا ياخذوا حويجات ويقدروا يذوقوهم وليدات واحد اخرين، راه ما غاديش يموت بالجوع. انا غنرجع عاوتاني للمساله ديال المدرسه، انا خصني نقري ولدي في المدرسه اللي هي مشتركه بطبيعه الحال. وملي غيكون الدري غادي غندير ليه شويه التمر ولا اللوز في الكاختابل ولا التفاحه في الكاختابل ولا في جيبو وخليه، ماشي نقول له كلها، ديرها له. شوف راه الطفل ذكي، راه من الطفل نقدروا نتعلموا شي امور، ديرها له وخليها له، وغترجع في الشيء وغتلقى ديك التفاحه تكالت، وما تقولوش شكون اللي كلاها وعلاش ما كليتي، واش وانت كليتيها؟ واش يقول لها يكون عطاها، خليه يعطيها اليوم ويعطيها بعد غدا، من بعد ما غاديش يعطيها، من بعد هو اللي غادي ياكلها، اللي غيشوف صاحبو تياكلها اليوم وصاحبو كلها غدا وصاحبو، من بعد غياكلها هو. يعني خاص التربية، خاص الصبر، خاص الصبر اولا، خاصنا نعطيو المثال ثانيا، وخاصنا نكونوا صارمين في بعض الامور. لان شوف ولدي راه الا ما كلتيش اليوم العدس وغدا ما كلتيش، دابا نتكلموا على البنيتات، الا ما كلتيش يا بنتي اليوم العدس وغدا ما كلتيش الحوت وبعد غدا ما كلتيش هادي وهادي، راه نهار السبت راه ما غندكش تاكلي ديك البلاصه اللي بغيتي. الا دخلنا مع الطفل بهاد الامور هادي، الا كليتي راه غادي نعطيك ولا احترمنا لهذا، فهنا غادي علاش انا تيبقى فيا الحال؟ لان اصبحنا تنعانيو بعض المشاكل الصحيه اللي نقدر نقول لك لا سميره انها داخله على المجتمع المغربي. راه تساقط الشعر ما خصوش يكون في المجتمع المغربي،
تساقط الشعر ما خصوش يكون في مجتمع يعيش باللوز والقرقاع والزيت البلديه والخبز ديال الشعير والبلبوله. تساقط الشعر ما خصوش يكون في مجتمع العادات الغذائيه ديالو فيها منتوجات تقاوم تساقط الشعر. فهاد المشاكل اللي صبحنا تنعانيو منها، فالاباء بطبيعه الحال كلشي مسؤول، الاباء، المدرسه، وسائل الاعلام الى اخره، ولكن الاباء هما المسؤولين الاولين، خاصهم يعطيو المثال ويدخلوا هاد العادات الغذائيه في المجتمع ديال ولادهم، وما يبقاوش يظنوا بان التناول ديال الرز والبطاطا والمايس هي فقط الاغذيه اللي غتعوض كل شيء. ابدا، ما كاينش هناك غذاء كامل، كاين هناك تكامل غذائي، كاين هناك تكامل الاغذيه فيما بيناتها، ونحاولوا ما امكن اننا نركزوا على هذه النقطه هذه، لان الا مشينا في هذا الاتجاه ديال عدم اعطاء مجموعه ديال الاغذيه، لان الطفل ما تياكلش خضره، ما تياكلش الديسير، ما تياكلش قطنيه، ما تياكلش فواكه جافه، ما تياكلش الخبز الكامل، هو باش عايش كما قلت لك الرز وبطاطا ومايس والطون وبيتزا الى اخره، فاكيد انها غتكون عندها نقص، واكيد انها ستعاني من مشاكل اللي ما بغيناهاش تطيح فيها. وهادو شباب المستقبل، نتمنهم انهم يكونوا، نبغيهم انهم يكونوا في صحه جيده. امين يا ربي. وهذا هو الغرض من فقره كلوس معا كل يوم على امواج راديو دوزام. تبعونا ابتداء من الساعه 9 صباحا، تبعونا كذلك على الانترنت، لمالا تجاوبوا معنا وتواصلوا معنا، صيفطوا لنا الاقتراحات ديالكم، التساؤلات ديالكم والانتقادات ديالكم، طبعا ما تكثروش بزاف. اقترحوا علينا كذلك المواضيع اللي تهمكم واللي قريبه لكم يوميا باش نتعرفوا عليها او لا اون لا ديكورتيك سيانتيفيكمون مع السي نبيل عياشي. ما تنسخوش بكم، متعه دائما اللقاء بكم عبر اثير راديو دوزام. نتلاقاو غدا ان شاء الله. الى اللقاء.